مثل ما لكم شايفين اليوم أنا ورانيا عم نتمتع بجلسة مساج غير شكل، جلسة بتاخد العائل كأنه نحن قاعدين بمركز سبا، لكن نحن عاملين هيدي الجلسة بمنتهى الخصوصية، طبعاً بتعتبروها كأنه أنتم بالمنزل تبعكم. ليه؟ بفضل كرسي المساج اللي شايفينه اليوم اللي نحن قاعدين عليه، وهو من الماركة الماليزية أوغاوا. اللي بيميز هيدا المنتج أو بيميز هيدا الكرسي أنه هو أول كرسي للمساج، بيعمل مساج من الرأس لحتى القدمين، وبيدلك كل منطقة بالجسم حتى منطقة الأرداف اللي ما منلاقيها ولا بأي كرسي مساج تاني. والأحلى من هيك إنه هو بيحتوي على 26 طبعاً مخدة من وسادة من الهواء، اللي هي كأنه عندكم 26 شخص عم يعملوا لكم مساج بنفس الوقت. والأحلى من هيك كمان إنه نحن اليوم مقدمينه بسعر جداً تنافسي، شحن مجاني وايضا تركيب مجاني. فعلا سماح، احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يعمل مساج، وانه طبعا يكون عندنا كرسي للمساج بيساعدنا على الاسترخاء يوميا. ليه؟ لانه طبعا كلنا بنتعرض للضغوطات اليوميه، بيكون عندنا شغل، بيكون عندنا ميتينجز، بيكون عندنا حاجات كتيره جدا نقدر ان احنا نعملها طول اليوم، مدارس اولاد، مذاكره وغيرها وغيرها، ضغوطات احنا بنتعرض لها، بالتالي محتاجين ان احنا طبعا نخفف كل الضغط الموجود علينا والستريس، وده من خلال انه يكون موجود عندنا كرسي احترافي زي أوغاوا، واللي بيساعد على ان هو اول كرسي بيحتوي على تقنيه اللمس الانسانيه، كانه في شخص بيعمل مساج بالظبط في المنزل، تدليك كامل للجسم والرقبه والاكتاف والظهر والايدين والقدمين، كمان تريبل اس تراك هو مصمم هندسيا عشان يناسب انحناءات الجسم، والتدليك بتقنيات متعدده، الطرق، الدوران، التربيط والتدليك للذراعين والقدمين وايضا للراس. كمان بينصح كل الاطباء واخصائي التدليك ان احنا نعمل مساج للعديد من طبعا المواصفات، ان احنا طبعا هو احد انواع الطب التكميلي، وهو بيساعد على ان هو يخلينا نتخلص من التوتر وايضا الاجهاد، وبيساعد على ان هو استرخاء الجهاز العصبي، وان هو كمان بيخلص الجسم طبعا من المواد الضاره اللي بتكون مؤذيه جدا بالنسبه لنا. فبالتالي يكون عندنا جهاز للاسترخاء، كانه في 26 شخص في مره واحده بيعملوا لنا مساج، تدليك كامل جدا من الراس، الرقبه، اسفل الظهر وحتى العمود الفقري وايضا الارداف، كمان عندنا منطقه القدمين والرجلين، يعني كل ده قد ايه مساج بيكون رائع جدا، استرخاء وصحه وعافيه لينا في المنزل. عشان كده احنا النهارده بنجيب لهم من الماركه الماليزيه أوغاوا كرسي مساج احترافي، كرسي ذكي جدا بيساعد على ان انتوا تحصلوا على مميزات كتير متعدده. احلى حاجه في ماركه أوغاوا ان هي بتصرف على المنتجات بتاعتها علشان تروح للناس، وبتحصلي على نفس المساج الاحترافي الرائع. كمان حصلت على العديد من الجوائز زي ما احنا بنشوف مع بعض، ان هي حصلت على جوائز افضل تصميم، بالاضافه كمان ان هي جائزة البراند اووردز ان هي افضل ماركة، بالاضافة كمان تراستد براند، يعني هي ماركة موثوق منها في جميع انحاء العالم، وبالتالي اخذت جائزة. علشان كده احنا النهاردة بنقدم كرسي أوغاوا الرائع. مزبوط. على شو رح تحصلوا اليوم لما تطلبوا هيدا الكرسي الرائع؟ مثل ما لكم شايفين رح تحصلوا على كرسي المساجر من ماركة أوغاوا اللي جاي باللون البني طبعا، شايفينه هذا البني الغامق مثل ما لكم شايفين، حتى له غطا هون، وايضا الحلو فيه جاي بلونين، اما اللون الثاني هو جاي باللون الاحمر واللون البيج، حنرجع نورجيكم الغطا هون لتشوفوا التفاصيل اكثر، طبعا بسياق الحلقه رح نشرح لكم. كمان رح تحصلوا على الريموت كنترول اللي بيجي معه، اللي بيشرح لكم كل التفاصيل وطريقه الاستخدام، حيكون من خلال هيدا الريموت كنترول اللي له طبعا الوصله الخاصه ب طبعا الكرسي. الحلو كمان رح تحصلوا على كتيب الاستخدام محطوط باللغه الانجليزيه واللغه العربيه، حتى كل شيء محطوط على الريموت كنترول مشروح بالضبط، كل زر شو بيشتغل وقد ايه مدته والتقنيه. برجع بذكركم مره ثانيه انه رح تحصلوا عليه مع شحن مجاني مع تركيب بقلب المنزل مجانا وضمان لمده سنه كامله. نشوف كل المميزات اللي احنا بنحصل عليها مع كرسي أوغاوا قد ايه هو كرسي جميل جدا. اول حاجه هنا عندنا زرار الباور، اول ما احنا بنعمل زرار الباور بنلاقي على طول ان الرجلين بتتحرك. ليه؟ لانه الجهاز ذكي زي ما انا قلت، هو بيساعد على ان هو طبعا يقيس الطول ويقيس حركه الجسم، فهنا بالتالي اول ما احنا بنعمل زرار الباور بنشوف انه الرجلين اول حاجه بتتحرك علشان تقيس طول الجسم. مش بس كده، كمان نقدر احنا نتحكم كمان هنا في الريموت كنترول في جلسه المساج، هنا عندنا 15
15 20 30 25 نقدر نتحكم في جلسه المساج اللي احنا عايزينها في التوقيت اللي احنا عايزينه. اهم حاجه كمان انه عندنا طبعا اول ما احنا بنعمل على اول تقنيه مثلا بنتكلم عنها فور اكزامبل لو احنا بنتكلم على الاس تراك، لو احنا حطينا الاس تراك بنلاقي ان الكرسي على طول بياخد وضعيه حلوه جدا اللي هي 160 درجه اللي هي الكرسي المائل او 180 درجه مئويه اللي هي مظبوط وضعيه السرير. انا هاي اللي حبيت احكي انه هي وضع التخت تماما، عم اشوف حتى هون كيف عم يكون في الضغط الموجود بمنطقه الظهر وهو 100% كانكم انتم متسطحين على التخت او سرير كانكم عن جد رحتوا على مركز سبا للمساج لكن بسعر تنافسي. وكمان عم نشوف هون كثير من البرامج متعدده مظبوط، هون الحلو انه بالشاشه عم يورجيكم بالضبط هلا الضغط وين عم بيكون بمنطقه الظهر او منطقه الـ طبعا الارداف وغيرها الكثير. هنا برضو بنشوف الباك سكانر ان احنا اول ما احنا بنقعد بنشغل الجهاز لازم قبل ما يشغل البرنامج يقيس طبعا طول الجسم، يحدد الوزن، يحدد طول الجسم كمان علشان يكون في طبعا يحدد قوه المساج اللي احنا بنحتاجها. الباك سكاننج علشان خاطر يقدر ان هو يدينا القوه المطلوبه ويقدر ان هو يحدد مواضع التشنجات والالام اللي احنا بنحصل عليها او بتكون موجوده عندنا ويقدر ان هو يعالجها ويركز عليها بشكل مخصص. ده بالنسبه كمان للاس تراك اللي احنا عملناه. بنشوف ان احنا بنقدر نعمل زوايا كتير متعدده 160 درجه و180 درجه وده اللي بيخلينا ان احنا نحصل على مساج استرخائي جميل جدا. مظبوط. هلا بدنا نطلب من الصبيه تدخل معنا على الاستوديو لنورجيكم بالضبط كيف مراحل العمل البرامج والتقنيات. هلو، you will have the best session in your life now. اوكي هون حنبلش نحن بس حنورجيكم اول تقنيه. You can put your hand here. Put your both hands here. Yeah. اوكي اول شيء حنورجيكم نحن زر التشغيل اللي هو شايفينه هون. طبعا كل هذا مشروح بكتيب الكتيب الخاص بطريقه الاستخدام. اول شيء الحلو فيه انه نحن بنضغط عليه بيكون بلش انه هو يستعد لاي برنامج. في عندي هون الاس تراك، هذا الزر اللي محطوط هون شايفين شكل الكرسي ومحطوط عليه حرف اس. هيدا مجرد ما تضغطوا هون مباشرة بنشوف هون على الشاشة وأيضا على الجسم هون بيرجعها لورا وبيعمل بحركة حرف الاس باللغة الإنجليزية، يعني من منطقة الرأس لمنطقة الرقبة للظهر لمنطقة الأرداف وايضا بيجي لمنطقه الافخاذ الركبتين وايضا بطه الرجل والقدمين. هو هون بيعمل سكان والدراعات. والايدين والدراعات طبعا هون بيعمل سكان للجسم بيشوف انتم حجم كتله الجسم عندكم قديش، الوزن والطول ليكون عم يعمل لهم استعداد ليبلشوا طبعا انه يكون عمليه المساج وندخل بالبرنامج الاول والثاني والثالث والرابع ليعمل مساج بيكون بيناسب جسمك انت او جسمك انت. مزبوط. وده احنا اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. احنا بنعمل اس تراك على طول ان هو بيبتدي يعمل سكاننج للجسم وفي نفس الوقت كمان بيعمل التقنيات المختلفه من المساج المتعدده. وبنشوف هنا بياخد حرف اس عشان يركز على منطقه الرجلين بدايتها من الرجلين والاقدام، وحتى كمان بنشوف ان هو بيبتدي يعمل مساجنج للجسم كله على شكل حرف اس، الراس، الرقبه، الظهر، العمود الفقري، اسفل الظهر، وايضا بيوصل لمنطقه الارداف. والحلو فيه كمان ان هو طبعا بيحتوي على 26 وساده هوائيه، ال 26 وساده هوائيه دول بيساعدوا على ان انتوا تحصلوا على شعور كأنه في 26 شخص هم اللي بيعملوا التدليك. شايفين هنا الوسادات الهوائية دي تدليك للقدمين للساقين وحتى كمان تدليك للإيدين والدراعين بالإضافة للأكتاف، يعني على طول بيبقى في ضغط من كل حتة، أي تشنجات، أي عضلات يعني تعباكي أو فيها تشنجات. هنا كمان برضو في الإير مساج اللي احنا بنعمله لمنطقة الأرداف، هو أول كرسي في العالم بيعمل تدليك لمنطقة الأرداف. الحلو أكتر وأكتر إنه مش بس هي دي التقنيات اللي احنا بنحصل عليها يا جماعة، لا طبعا كرسي احترافي مقدم من ماركة ماليزية، فاحنا بنحصل على تدليك القدمين. هنا في الجزء اللي احنا شايفينه دلوقتي في زي بروزات، البروزات دي بتعمل ضغط على منطقة الأقدام من تحت بتقنية الفايبريشن، فبالتالي بنحصل على تدليك للقدمين واللي بيطلق عليه اللي طبعا تقنية بيستخدمها كل الصينيين واليابانيين القدماء وهي الفوت ريفلكسولوجي. فوت ريفلكسولوجي دي مهمة جدا جدا لأن هي بتضغط على كل مراكز الأعضاء الموجودة في الجسم، بتحفز الدورة الدموية، بتريحنا تماما. هنا بنشوف تقنية الضغط وهنا المراكز اللي احنا بنركز عليها زي مثلا الأصابع فوق، دي منطقة الراس والرقبة، المخ، العين، الأذن، اللي بعديها على طول دي منطقة الرئة والقلب وكمان الأكتاف.
المنطقة اللي في بطن الرجلين، المعدة، الكليتين، البنكرياس. المنطقة اللي بعديها هي منطقة البطن وأيضا المثانة والأمعاء وغيرها وغيرها. يعني شوفوا قد إيه بتركزوا على مناطق كتير بتعالجوا جسمكم وبتحسوا براحة واسترخاء. هنا عندنا سماح سهل جدا، حلو قوي إنه عندنا الريموت كنترول بيسهل علينا كل حاجة. لو احنا حابين ان احنا نستعمل اي من البرنامج، اول برنامج عملناه الاستراك اللي هو بيطلق عليه سنشوال. هنا كمان في برامج تانية مختلفة لو حابين نضغط عليها. اول حاجة برنامج اللي هو ديلايت. ديلايت ده اللي بيستعمل المساج السويدي اللي بيكون خاصة اللي بيكون مسافرين او بيكون لعبانين رياضة بالضغط كتير على جسمنا نرتاح. مظبوط. هنا كمان عندنا ريجويس. الريجويس ده بيساعد على ان هو يعمل اطالة استرخاء لكل العضلات، فبالتالي ده بيكون مفيد جدا لينا قبل ما ننام، بيدينا راحة كاملة. وفي نفس الوقت كمان عندنا برنامج ثالث اللي هو التشارش، اللي هو بيركز على اي مناطق تشنجات، اي مناطق فيها احتقان عندنا في الجسم. هذا مفضل ينعمل الصبح اللي هو الريفايتال. اخر برنامج ده المفضل يتعمل الصبح علشان خاطر بيركز على انه يضغط على كل المناطق اللي هي فيها مراكز للاعصاب، فبالتالي بيخليكي فريش، بيخليكي صاحيه، فبالتالي ده اللي بيخلينا ان احنا يعني نحس انه في شعور حلو جدا وان احنا نكون بيعطيه نشاط وبيحفز الدوره بالظبط وحيويه وحلو ان احنا نروح الشغل فريش ونبقى برودكتيف جدا ونعمل احلى شغل. في نفس الوقت التقنيات المتعدده اللي احنا هنستخدمها زي ما هنشوف برده مع بعض، تقنيات كتيره زي المساج اللي هو عن طريق التربيط او التدليك او حتى الرولينج اللف، وبالاضافه كمان للتصفيق والخبط، وده اللي احنا هنشوفه هنا. النيدنج دي تقنية المساج اللي طبعا فيما بتعادل مثلا ايد اخصائي المساج بتكون الحركة عاملة ازاي. السويدش اللي هو بيكون قوي جدا اللي بيضغط على كل مناطق التشنجات اللي بتكون موجودة عندنا في الجسم. التابينج الخبط دي بنشوف ان هي بتكون مفيدة حتى كمان على منطقة الاكتاف من فوق. وهنا يعني الانسان العادي بيتعب والجهاز بيتعب او حتى لا، وكمان عندك 26 شخص بيعملوا لك مساج في وقت واحد وشايفين كمان تقنية الرولينج. يعني قد ايه اللي هي اللف والدوران اللي احنا بنحتاجها علشان تكون بتدور على الجسم كله من منطقه الرقبه وحتى الارداف والرجلين. واو اشتريت. انا نسال الصبيه كيف كان طبعا. How do you feel? I feel like I'm getting a full body massage from a real therapist. Yeah. هنا كمان بتقول حاسه ان هي عندها بتعمل مساج للجسم كله من real therapist، يعني من اخصائي تدليك مظبوط، شخص حي موجود معانا مش بس كرسي احترافي. هلا انا بدي ارجع اذكر لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا على شو رح تحصلوا لما تطلبوا اليوم كرسي الاحترافي للمساج من ماركت اوغاوا. مثل ما لكم شايفين عم اقدم لكم اياه بلونين. ما بننسى كمان بتحصلوا على ريموت كنترول معه لتعرفوا طريقه الاستخدام بكل التفاصيل، وايضا مع الشاشه اللي بتشرح لكم 100% بأي مرحلة أنتوا من المساج. كمان ما بننسى أنه بتحصلوا معه على كتيب خاص بطريقة الاستخدام واللي شارح لكم حتى ريموت كنترول شو كل زر لشو استخدامه. والحلو أيضا أنكم رح تحصلوا على شحن مجاني وأيضا على تركيب بمنزلكم مجانا. تذكروا كتير منيح، مجانا تركيب وشحن. كمان عندكم ضمان لمدة سنة أي شيء بيصير للكرسي المساجر من الماركة الشهيرة الماليزية أوغاوا.